فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثالثة يقول: هل الإحيال لعدم دفع الضرائب حرام؟ الإحيال بلا شك ليس من سبل الشريعة، ومن جهة أخرى إذا كنا نرى كما ذكرنا في جلسة مضت أن الضرائب الأصل في الإسلام أنها لا تشرع، ولكن لا يجوز للمسلم أن يسلك سبلا مخالفة للنظام القائم إذا كان سلوكه هذا يكون وصمة في المتدين، هذه الوصمة تنتقل بالتالي إلى ذات الدين. فلهذا لا نرى هذا الأسلوب في التخلص من الضرائب، أما هي في الأصل فهي ظلم وفرض شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى. فإذا استطاع المسلم أن يتخلص من ذلك بطريقة لا يصاب الدين أو على الأقل أهل الدين بوصمة فجاز، وإلا فلا.